السيوطي رحمه الله قال: إن هناك قاصا يقص عند قول الله عز وجل، ما تركوا شيئا حتى في التفسير، عند قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فأتى بقصة وذكر فيها ما ذكر فيها، فيقول: عُرِض الأمر على محمد بن جرير الطبري، وهو إمام المفسرين في التفسير، فيقول: أتيت إليه فأنكرت عليهم، ثم دخلت بيتي، دخل بيته وكتب شيئا على بابه من باب التحذير مما يقوله هذا الرجل في كتاب الله عز وجل، فيقول: فعلوني عوام الناس بالحجارة حتى سدت باب بيتي ووقعت الحجارة عليه.